متواصلين مستمرين بهذه الانطلاقات، شوط ياتي بالابداع لشوط الابكار الصعوب من مسافة 1200. تابعنا الاشواط التي كانت من مسافة 1500، بدأت اشواط الكيلو 200. نذكر بان عشاق المملوك لحمدان بن سعيد الرميذي ينحدر من سلالة عشاق العاصفة ومن الام بنت حشيم ولم يذق طعم الهزيمة، شارك مرتين سابقا واليوم للمرة الثالثة حقق فيها الفوز والانتصار. هذه هي انطلاقة آمال كبيرة للمشاركين. شاهينية أحمد بن عتيق بن عبيد بن عاضد المهيري، معروف راعي العاضية بإنتاج والسلالات التي يمتلكها منذ القدم، حيث عرفوا أيضا مشاهدين الأعزاء بن عاضد بإنتاجهم القوي كسلالة العاضية. ننتقل إلى المركز الثاني، راهية المظفر بن سعيد بن المظفر العامري، المركز الثالث تتواجد فيه بنت الأسد لخليفة بن أحمد بن دحب المهيري، يتقدم مع بنت الأسد في هذا الانطلاق. ولكن نعود إلى راعي العاضية. الله، شوف التقدم من تم. مبارك بن سيف الشدي المنصوري يتقدم، الشدي وبن عاضد راعي العاضية هذه تتقدم أيضا. الشاهينية لأحمد بن عتيق بن عبيد بن عاضد المهيري ياتي على المركز الأول. روح يا بن عاضد وصلك الشدي. تم. مبارك بن سيف الشدي المنصوري في محاولة ثنائية مع بن عاضد، الاثنين في تنافس قوي لمن الفوز. تم، الشاهينية بن عاضد يعود من جديد، ولكن شوف القادمة، المنافسة الخطيرة، ثنائية قوية ما بين الثنتين. ثالثا المظفر بن سعيد بن مظفر، ولكن لجنة خط النهاية سوف يكون الدخول جماعي ما بين تم المبارك بن سيف الشدي وما بين الشاهينية لأحمد بن عتيق بن عاضد. دقيقة 49 ثانية.